Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 7. kitabın 5. ünitesinin 5. dersini yapıyoruz. Burada kitapla ilgili bir metnimiz var. Kısa ama oldukça güzel bir metnimiz. Şimdi öncelikle metnimizi dinliyoruz. Sonra okuyup anlamaya çalışacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz. Yalla, tefaddalu. İstemem. الكتاب نعم الجليس في ساعة الوحدة ونعم الأنيس في ساعة الوحشة ونعم الصديق في ساعة الغربة هو وعاء ملئ علما وظرفا وإناء ملئ مزاحا وجدا هو كالشجرة يحوي ألوانا مختلفة وطعوما متباينة هل سمعت بجليس ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ إن غضبت لم يغضب وإن هجرت لم يسخط هل سمعت بمعلم تحلى بعلوم كثيرة وجمع أوصافا عديدة إن وعظ أسمع وإن ألهى أمتع وإن أبكى أدمع يفيدك ولا يستفيد منك ويزيدك ولا يستزيد منك إن تحدث الجد فتلك عبرة وإن تحدث المزاح فتلك نزهة هو قبر الأسرار ومخزن الودائع إنه ينبوع الحكم ومعدن المكارم ومؤنس الأيتام يفيدك علم الأولين ويخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين هو جليس لا يمدحك ورفيق لا يملك يطيعك في الليل كما يطيعك في النهار ويطيعك في السفر كما يطيعك في الحضر نعم يطيعك في السفر كما يطيعك في الحضر نعم كتاب الآن نستمع ونقرأ şimdi dinliyoruz ve dinlediğimiz cümleyi beraberce okuyoruz. Hazır mısınız? Benimle birlikte tekrar ediyorsunuz ama sizde. Tamam? Şimdi ilk önce dinleyelim bir cümleyi. الكتاب نعم الجليس في ساعة الوحدة ونعم الأنيس في ساعة الوحشة ونعم الصديق في ساعة الغربة نعم أنتم الكتاب نعم الجليس في ساعة الوحدة ونعم الأنيس في ساعة الوحشة ونعم الصديق في ساعة الغربة نعم جميل وعاء ملئ علما وظرفا وإناء ملئ مزاحا وجدا نعم أنتم هو وعاء ملئ علما وظرفا وإناء ملئ مزاحا وجدا جيد هو كالشجرة يحوي ألوانا مختلفة وطعوما متباينة أنتم هو كالشجرة يحوي ألوانا مختلفة وطعوما متباينة هل سمعت بجليس ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ نعم هل سمعت بجليس ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ نعم هنا إن غضبت لم يغضب وإن هجرت لم يسخط نعم إن غضبت لم يغضب وإن هجرت لم يسخط نعم هل سمعت بمعلم تحلى بعلوم كثيرة وجمع أوصافا عديدة نعم أنتم هل سمعت بمعلم تحلى بعلوم كثيرة وجمع أوصافا عديدة إن وعظ أسمع وإن ألهى أمتع وإن أبكى أدمع نعم أنتم إن وعظ أسمع وإن ألهى أمتع وإن أبكى أدمع يفيدك ولا يستفيد منك ويزيدك ولا يستزيد منك نعم أنتم يفيدك ولا يستفيد منك
ويزيدك ولا يستزيد منك. إن تحدث، إن تحدث الجد فتلك عبرة، وإن تحدث المزاح فتلك نزهة. إن تحدث المزاح فتلك نزهة، هو قبر الأسرار. نعم، نستمع من هنا. هو قبر الأسرار ومخزن الودائع، إنه ينبوع الحكم ومعدن المكارم ومؤنس الأيتام. نعم، أنتم، هو قبر الأسرار ومخزن الودائع، إنه ينبوع الحكم ومعدن المكارم ومؤنس الأيتام. يفيدك، نعم، يفيدك علم الأولين ويخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين. نعم، يفيدك علم الأولين ويخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين. هو جليس لا يمدحك ورفيق لا يملك، يطيعك في الليل كما يطيعك في النهار، ويطيعك في السفر كما يطيعك في الحضر. نعم، هو جليس لا يمدحك ورفيق لا يملك، يطيعك في الليل كما يطيعك في النهار، ويطيعك في السفر كما يطيعك في الحضر. نعم، هذا هو. الآن نقرأ هذا النص ونحاول أن نفهم. طبعا هذا النص يتحدث عن الكتاب، عن أهمية الكتاب، عن كيفية الكتاب، عن أوصاف الكتاب. مثلا الكتاب صديق للإنسان، صديق حقيقي. نعم، الكتاب هو صديق في ساعة الوحدة، في ساعة الوحشة، هكذا. الآن نقرأ ونحاول أن نفهم. طبعا في هذا النص توجد كلمات مترادفة كثيرة، واستخدم هذا النص يعني كلمات مترادفة كثيرة، ننتبه هذه الكلمات أيضا. نعم، الكتاب نعم الجليس في ساعة الوحدة. نعم، الكتاب نعم الجليس، وصديق جميل. جليس بمعنى صديق. هنا أيضا مثلا نعم الأنيس، نعم الصديق، كل هذا الجليس والأنيس والصديق كلها بمعنى صديق، يعني معاني هذه الكلمات مترادفة. أيضا الخليل، المؤنس، الرفيق، الصاحب، الزميل، الحبيب، كلها بمعنى الصديق. نعم، في ساعة الوحدة، أيضا في ساعة الوحدة وفي ساعة الوحشة. نعم، عندما أنت كنت وحيدا هو جليس، ما أجمل جليس، ما أجمل الأنيس في ساعة الوحشة. في ساعة الوحشة، في ساعة الوحدة مترادفة. ونعم الأنيس أيضا نعم الصديق، ونعم الصديق في ساعة الغربة. إذا أنت كنت في الغربة، من يكون صديقك؟ الكتاب يكون صديق لك. نعم، أيضا هو يعني الكتاب وعاء ملئ علما وظرفا. هذا الوعاء مملوء بالعلم والظرف، نعم، والظروف. وإناء، وعاء وإناء بنفس المعنى، نعم، معنى مترادفة. وعاء ملئ علما وظرفا، وإناء ملئ مزاحا وجدا. ممكن أن تجد في الكتاب مزاح، مزاح، وجدية، كل شيء موجود في الكتاب. هذا الوعاء، الكتاب، وعاء إناء ملئ علما ظرفا مزاحا وجدا. هو الكتاب يعني كالشجرة. الكتاب مثل الشجرة، هو كالشجرة، يحوي ألوانا مختلفة، يحوي ألوانا مختلفة مثل الشجرة، وطعوما متباينة، ويحوي طعوما متباينة مختلفة.
هنا مختلفة ومتباينة مترادفة أيضا، مختلف متباين أو متنوع، طعوما متنوع. مثلا هل سمعت بجليس ينطق عن الموتى؟ هل سمعت بصديق ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ يعني هل لك صديق أو جليس أو أنيس ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ يعني ينطق ويترجم مترادفة، يعني يتحدث عن الموتى ويتحدث عن الأحياء. هل سمعت صديقك يتحدث عن الأحياء وصديقك الآخر يتحدث عن الأحياء، ولكن نفس الصديق اللي يتحدث عن الموتى وعن الأحياء عن كل شيء؟ لا. مثلا إذا إن غضبت لم يغضب. إن غضبت أنت كنت غضبان، ولكن الكتاب هل يغضبك أو لا؟ هو لا يغضب. وإن هجرت يعني تركته، وإن هجرت وإن تركت لم يسخط، لم يسخط أيضا لم يغضب. غضب وسخط، سخط نفس المعنى. هل سمعت بمعلم تحلى بعلوم كثيرة؟ يعني هل سمعت؟ ممكن أنت تعرف معلم أو تحلى بعلم واحد أو بعلم مختلف قليلة يعني، ولكن الكتاب تحلى بعلوم كثيرة، بعلوم مختلفة كثيرة جدا. يعني الكتاب تحتوي على كل العلوم. هل يوجد مثل هذا المعلم؟ يعني معلم، هل سمعت؟ هل رأيته؟ نعم. وجمع أوصافا عديدة. نعم، هذا المعلم يعني الكتاب جمع أوصافا عديدة. في المعلم، في معلمك قد توجد بعض الأوصاف، لكن هل توجد أوصاف كثيرة عديدة؟ لا. إن وعظ الكتاب، إن وعظ أسمع، إذا وعظ يسمعك، أنت تسمع. وإن ألهى أمتع، ولو هو الكتاب ولو تحدث عن اللهو يعني، وهو يكون ممتعا أيضا يعني لو كان لهو يعني. وإن أبكى أدمع، إذا يبكيك يدمع عينيك، يفيدك الكتاب، يفيدك، يعطيك الفائدة، ولكن لا يستفيد منك، لا يطلب منك أي فائدة، فقط يعطي الفائدة، لا يطلب منك أي شيء. ويزيدك ولا يستزيد منك، دائما يعطيك زيادة، يعطيك علم زيادة، يعطيك فوائد جديدة كثيرة، ولكن لا يريد منك أي زيادة، لا يريد منك أي شيء. إن تحدث الجد فتلك عبرته. إذا تحدث عن الأشياء الحقيقية، عن أشياء الجد، عن الجد، فتلك عبرة، هناك عبرة. وإن تحدث عن المزاح، ولو تحدث عن المزاح، فتلك نزهة، وهذه مفيدة أيضا. هو قبر الأسرار، الأسرار يعني سر أسرار، ومخزن الودائع، ودائع وديعة، ودائع الأمانات، بمعنى الأمانات، يعني هو مستودع الأمانات، مستودع الأمانات، هو أيضا محل الودائع، مخزن الودائع، محل الودائع، مستودع الأمانات. إنه ينبوع الحكم، الكتاب ينبوع الحكم، منبع، نعم، هو منبع الحكم. ومعدن المكارم، مكارم الأخلاق الحميدة، مثلا نسميها مكارم الأخلاق، والأشياء الحسنة الجميلة هكذا نسميها المكارم. ومؤنس الأيتام، مؤنس صديق حقيقي، مؤنس الأيتام الكتاب أيضا يعني صديق للأيتام. يفيدك علم الأولين، يعني يعطيك علم الأولين، يتحدث عن علم الأولين، ويخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين، أيضا يخبرك عن أخبار المتأخرين في نفس الوقت، يتحدث عن الأولين ويتحدث عن المتأخرين. هو جليس لا يمدحك، هو صديق لا يمدحك، ورفيق
صديق حقيقي لا يملك، يطيعك في الليل كما يطيعك في النهار. يعني أنت ممكن تقرأ الكتاب في الليل وممكن تقرأ في النهار. إذا أردت أن تقرأ في النهار، هل الكتاب يقول لك لا تقرأ في النهار؟ لا تقرأني؟ لا يقول أبدا. يعني يطيعك في أي وقت تشاء، ويطيعك في السفر كما يطيعك في الحضر. ممكن تقرأ الكتاب في البيت، ممكن تقرأ الكتاب في السفر، ممكن تقرأ في القطار، ممكن تقرأ في الحافلة، ممكن تقرأ في الطائرة. يطيعك دائما في النهار، في الليل، في السفر، في الحضر، دائما يطيعك. في هذا الناس هناك كلمات مترادفة كثيرا، مثلا هنا الجليس والأنيس والصديق، كلها بمعنى صديق. هنا أيضا رفيق بمعنى صديق، مؤنس أيضا بمعنى صديق، هكذا. مثلا هناك أيضا كلمات مترادفة، مثلا في ساعة الوحدة، وحدة، في ساعة الوحشة، في ساعة الغربة، وحشة، وحدة، كلها تقريبا نفس المعنى. هنا أيضا وعاء، كلمة أخرى، وعاء وإناء بنفس المعنى. أيضا هنا مثلا مختلفة، متباينة، معنى متشابهة. أيضا هنا مثلا ينطق، يترجم، يتحدث، يتكلم، هكذا، كلها كلمات مترادفة. مثلا هنا أيضا غاضب، لم يغضب، لم يسخط، كلمتان مترادفتان، هكذا. أيضا مثلا أيضا توجد بعض الكلمات الأخرى مترادفة أيضا. هناك الأسئلة عن هذا النص، طبعا يجب عن الأسئلة الآتي: اكتب عنوانا للنص. بو بارتشا için bir başlık yazınız. طبعا يتحدث عن الكتاب، ممكن أن تضع أي عنوان. صف الكتاب في سطرين بأسلوبك. kendi üslubunla iki satır içinde kitabı anlat diyor. وهذا واجب. هل يمكن أن تجعلك وسائل الاتصال الحديثة تستغني عن الكتاب ولماذا؟ هل يمكن، ممكن مدر diyor. أن تجعلك وسائل الاتصال الحديثة، modern iletişim araçlarının seni şu hale getirmesi. Nasıl? Testani عن الكتاب. Kitaptan müstani, kitaptan uzaklaşmış bir hale getirmesi mümkün müdür? Modern iletişim araçlarının seni kitaptan uzaklaşmış bir hale getirmesi mümkün müdür? Ve limaza, ve niçin? Tamam. Bundan bahsediyor. Ma afdalu kitabin qara'tehu. Okuduğun kitabın en iyisi. Okuduğun en iyi kitap nedir? Tehaddes anhu. Ondan bahset diyor. İqra' el cümle latiyete ve haddit ma yunasibuha min cümlin nas. Aşağıdaki cümleleri oku diyor. Ve haddit ma yunasibuha. Ona uygun gelen şeyleri belirle. Min cümle en nas. Parçanın cümlelerinden ona uygun gelenleri belirle diyor. Ha, burada bir şeyden bahsetmiş. Aynı şeyden bahseden, aynı anlama gelen ya da yaklaşık anlama gelen cümleleri parçadan bul diyor mesela. İnnel kitabe yahvi ulumen kethira ve tarife. Şüphesiz kitap böyle birçok ve güzel ilimleri ihtiva eder. Ve yahvi el hazil vel cid. Böyle şakayı ve ciddiyeti de ihtiva eder. Parçadaki hangi cümle buna benzerdir? Mesela parçadaki huve vi'aun muliya ilmen ve zarfen. İlim ve durumla dolu bir kaptır. Ve ina'un muliya muzahan ve cidden. Mizah ve ciddiyette dolu bir kaptır. Mesela bu cümle onunla benzer anlamda olabilir. Tamam? Bu şekilde. Diğer cümlelerimize bakalım. İza kanet şeceretu tahvi thimaran muhtelife. Bir ağaç nedir? Farklı meyveleri ihtiva ettiğinde, fe innel kitab yahvi ulumen mufideten ve mutenevvi'a. Şüphesiz kitap da birçok faydalı ve türlü ilimleri ihtiva eder. Mesela buna benzer cümle nedir?
هو كالشجرة يحوي ألوانا مختلفة أو طعوما متباينة farklı renkleri ve farklı yemekleri ihtiva eden ağaç gibidir. Tamam mı? Bunun eş anlamlısı da, benzer anlamlısı da ya da aynı şeyden bahseden bu cümle olarak belirleyebiliriz. Diğerleri de aynı şekilde onlar da siz belirleyin. Mesela inneke tastatiyu en taqtani'a minel kitab ve tezide ma'lumatik beyneme huve la yastati'u zalik. İnneke şüphesiz sen tastati en tentefi'a affen. En tentefi'a minel kitab. Kitaptan faydalanman mümkündür. Faydalanabilirsin. Buna güç yetirebilirsin. Ve tezide ma'lumatik bilgilerini artırabilirsin. Beyneme ama diğer taraftan huve la yastati'u zalik. O kitap bunu yapamaz. Endema tekra'ul kitabe sen kitabı okuduğunda tettali'u ala kethirin minel kısasıl kadime eski kıssalardan birçoğuna muttali olursun. Ve testefidu minha ve onlardan istifade edersin. Evet bu cümlelerinde parçadan eş anlamlılarını ya da benzer anlamlarını tamamen birebir eş anlamı olmayabilir ama aynı şeyden bahsedenler bulup çıkarmamızı istiyor. Bu da size vacibun lekum. İntehâ hâzed ders. Nerâkum fid dersil kâdim. Ma'a selâme.